تشجيعات حرق صاحبة المرتبة الأولى. إذن صاحبة المرتبة الأولى في ساحة الساحة المجاورة اللي قاعد تطلع برافو عليكم. تصفيقات الله يخليكم. المرتبة الثالثة آية قاسمي. تصفيقاتكم الله يعطيكم عسول ومازال الصباح. غزلة الرقراق. والأستاذة فاطمة الزهراء علوش لتسليم الجائزة لصاحبة المرتبة الثالثة. صورة تلكية. يا سيدي جنات بن حمزة. تصفيقاتكم الحارة. أميمة بدوي تشجيعاتكم وتصفيقاتكم. شكرا للجميع. المرجو من أولياء بمناسبة هذا اليوم العالمي الأممي للمرأة، منقطعة مغوة تنظم أنشطة رياضية متنوعة وأنشطة ثقافية وأنشطة اجتماعية. النشاط الأول الافتتاحي ديال الفعالية ديال الأسبوع هو هذا السباق على الطريق المنظم بتنسيق مع عصبة ألعاب القوى لجهة طنجة تطوان الحسيمة. هذا السباق كان بمشاركة أكثر من 220 فرد وتقريبا 30 من البراعم الصغيرة. نتمنى أن تروق الجميع هذه الفعاليات الأسبوعية، ونتمنى أن تكون دائمة ومستمرة ليس فقط في عيد المرأة الأموي. ونتمنى من الجميع أن يكون محفز ودافع للمرأة لأن تنتج وتكون فاعلة في مجتمعنا، وهي نصف المجتمع طبعا. شكرا لكم. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة واحتفالا بها، ارتأت مقاطعة مغوغة أن تنظم سباقا على الطريق خاص بالفتيات، بالنساء والفتيات من مختلف الفئات العمرية، وذلك بتنسيق مع عصبة طنجة تطوان لألعاب القوى. وهذا يأتي تنفيذا للبرنامج السنوي لسنة 2023 للجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية والعلاقة مع المجتمع المدني بالمقاطعة.
الهدف الأسمى أو الأساسي من هذا السباق هو يكمن في تحسيس المرأة بأهمية ممارسة الرياضة، حيث أصبحت هذه الأخيرة حقا دستوريا للحفاظ على الصحة البدنية والتحصين من عدة أمراض، وباعتبارها أيضا هي وسيلة تساعد على الاندماج الاجتماعي وكذا المهني، وتشجيع المرأة وتحفيزها على الانخراط في الحركة الرياضية والمساهمة في النهوض بالرياضة النسائية، كما أؤكد على دعم وتشجيع مثل هذه التظاهرات الرياضية. أنا فرحان حيت شاركت هذا السباق، وفرحان حيت شجعنا المرأة المغربية. جئت أنا المرتبة الأولى في مرتبة القاصرات، كانت مسابقة جيدة وأعجبتني كثيرا، وكانت مسابقة جيدة وطويلة، لكن هكذا لم أستسلم، وكانت أفضل من، وأتمنى أن تتكرر هذه المسابقة. شاركت السباق ديال العدو الريفي، وكان لي الشرف انني شاركت في النشاط بحال هيدا. حنا محتاجين الانشطه بحال هيدا في المنطقه ديال مقاطعه ديال مغوغه. حنايا انا كنمثل المجتمع المدني ديال حي الطنجابيليه، وحنايا محتاجين بحال قلت لك دائما نعملوا هذه الانشطه بحال هيدا، وان شاء الله يا ربي واخا ماشي ضروري ندخلوا حنا الاولى، الانسان كيجدد كيشوفنا جدادين وكيعمل السباق. بعد الدخول أخوات، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.